أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. وقفة شكر وعرفان إلى شهدائنا الأبرار وأسرهم الكريمة، إلى الجرحى، إلى المغيبين، في مقدمتهم الرموز السياسية والحقوقية والنساء والأطفال، إلى المهاجرين والمهجرين، إلى المطاردين، إلى الآباء والأمهات اللاتي يعانين أثر الهجمة القمعية الشرسة على هذا الشعب. نتضامن معكم أيها الضحايا لهذه الهجمة الشرسة منذ مارس 2011 حتى الآن، ونوصي بتفعيل كل صور التضامن المادي والمعنوي من تبرعات وزيارة الضحايا وأسرهم وغيرها من صنوف التضامن، حتى لا يبقى الضحية يعاني الألم لوحده. نحن شعب البحرين، شعب هذا الحراك، يجب أن نتضامن مع بعضنا البعض، نضمد جراحنا حتى يمن الله سبحانه وتعالى علينا بالنصر. تحية الأخرى إلى هذا الشعب الكريم الذي يستحق الإكبار والإعجاب على ثباته على خط المطالبة بالحقوق المشروعة برغم صنوف الانتهاكات التي يقوم بها النظام. تحية لهذا الشعب الذي توكل على الله سبحانه وتعالى وحده ومضى في طريق الكرامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واثقا بعدالة قضيته، مؤمنا بضرورة الخطوات التي يقوم بها، مستعدا للعطاء والبذل من أجل كرامته وعزته وبناء حاضر هذا الوطن ومستقبل أبنائه، من أجل الدولة العادلة التي تحتضن جميع أبناء البحرين. والشكر موصول إلى مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وأعتذر إذا فاتني ذكرى مؤسسة من المؤسسات، وألف تحية إلى العاملين والعاملات في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وهم بالآلاف من أبناء هذا الوطن. أذكر منهم بالشكر والامتنان العظيم جمعية المحامين والمحامين الذين تحملوا عبء الدفاع عن المعتقلين السياسيين، وألف شكر للعاملين في مجال حقوق الإنسان على الجهود التي يبذلونها في سبيل حماية حقوق الإنسان والدفاع عن المنتهك حقوقهم، وفي مقدمتهم مرصد البحرين لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومنظمة شباب البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة برافو والمنظمة البحرينية الأوروبية لحقوق الإنسان ومنظمة سلام لحقوق الإنسان والمنتدى البحريني لحقوق الإنسان ومرصد المنامة لحقوق الإنسان، وإلى عميد الحقوقيين الأستاذ عبد الهادي الإخواجة ونبيل رجب. والشكر يصل إلى جمعية المعلمين وفي مقدمتهم عميد المعلمين المعتقل الأستاذ مهدي أبو ديب. إلى المسعفين والكادر الطبي على جهودهم الجبارة في علاج الجرحى، وفي مقدمتهم الدكتور الكبير علي العكري وإبراهيم الدمستاني. إلى الإعلاميين والمصورين والكتاب والمغردين على الجهود التي يبذلونها من أجل إيصال الحقيقة إلى العالم. وإلى رابطة أسر الشهداء ولجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أنا حر والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولجان المفصولين عن العمل واللجان المختصة بالمسحوبة جنسيتهم وجميع المؤسسات الأهلية التي تناضل على طريق الكرامة من أجل هذا الوطن. وأدعو كل مواطن من أبناء هذا الوطن إلى الانخراط في أحد المؤسسات القائمة أو إيجاد مؤسسات جديدة يتطلبها نضالنا من أجل الحرية والديمقراطية، حتى لا تبقى الجهود مفردة موزعة، وحتى لا ينقطع النفس في العمل الفردي، يجب أن يتحول إلى صيغة مؤسساتية. الشكر هنا للعاملين في الوفاق والجمعيات السياسية الذين وطنوا النفس على العمل ليلا نهارا،
مقدمين العمل من أجل المجتمع على أسرهم وأرزاقهم، متكبدين عناء الاعتقال والاستجواب والفصل من العمل خدمة لهذا الشعب، خصوصاً من يقع خلف المعتقل الآن في مقدمتهم المنشدين الذين لا زالون يدفعون ضريبة الكلمة. الشكر لكم في الوفاق فرداً فرداً، دائرة دائرة. أصبحت الوفاق بفضلكم، بفضل جهودكم أيها الأحبة، واحدة من أبرز مؤسسات الوطن العربي سياسياً، وأضافت هذا التميز مسؤولية كبرى على عاتقكم أكثر فأكثر. توجب عليكم أيها الوفاقيون أن تنفتحوا على شرائح المجتمع المختلفة، تسمعوا للصغير والكبير بعقل مفتوح وقلب مفتوح، بنية الاستفادة وبرغبة التطوير. هذه هي مسؤولية الانتماء للوفاق اليوم. المجتمع علق آماله عليكم، وعلينا أن نكون على مستوى التحدي، وكل يوم يكبر تحدي الوفاق، وعلينا أن نستجيب لهذا التحدي بروحية الانفتاح على المجتمع. الشكر موصول لمحبي الوفاق الذين ناصروها في برامجها وقدموا لها المقترحات والنقد والمساندة بهدف تصحيح الأخطاء وتطوير الأداء. أدعوهم لمزيد من هذا العمل، فقلب الوفاق مفتوح لكم لكل ما ترغبون في تقديمه، وقلب الوفاق وعضوية الوفاق والعمل في الوفاق مفتوحة لكل بحريني، سنياً أو شيعياً، إسلامياً أو غير إسلامي، مسلم أو غير مسلم، فهي مؤسسة سياسية وطنية تدعو الجميع إلى المشاركة فيها. الاستمرار في الحراك الشعبي من أجل الديمقراطية. في مطلع السنة الرابعة من ربيع البحرين الذي انطلق بدعوة شبابها في 14 فبراير 2011، نؤكد بجزم لا تردد فيه على المضي على الطريق حتى نهايته، التي تجعل من شعب البحرين مصدراً للسلطات، بحيث يختار حكومة ومجلس التشريعي بحرية في انتخابات حرة ونزيهة تقوم على أساس المساواة بين المواطنين في الصوت الانتخابي وسائر المطالب التي ذكرتها وثيقة المنامة. إن استمرار ربيع البحرين هو الطريق الوحيد لخلاص البحرين من واقعها المنكوب والمعوج منذ الاستقلال وما قبل الاستقلال، والذي انتكس انتكاسة هائلة سنة 2011 وما بعدها. لقد بني واقع النظام السياسي على فلسفة معوجة تقوم على الغلبة والقوة، وتقوم على القهر وتقسيم المجتمع إلى طبقات وإلى أسياد وأتباع، بدل التوافق على الإرادة الشعبية وعلى الاستئثار بدل المشاركة في القرار والثروة بشكل ديمقراطي وعادل. ولقد أنتجت هذه الفلسفة سلسلة من الأزمات التي لم تنقطع، فدمرت الكثير من واقع الإيجابي لهذا الوطن، وقوضت الفرص الكثيرة على الوطن وأبنائه حتى هذه اللحظة. لو لم يحل مجلس 73 واستمرت التجربة البسيطة في ذلك الوقت وتطورت، لتحولت البحرين إلى ذرة الخليج سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ولكن هذه الروح التي لم تقدم الوطن على مصالحها الخاصة ذهبت بالبحرين إلى ذيل القائمة الخليجية وإلى ذيل القائمة العربية. وطن يدار من قبل قلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ويراد لبقية الشعب، كل الشعب بسنته وشيعته، أن يكونوا مجرد منفذين لا غير. وطن يستفرد بثرواته الكثيرة والمتعددة طبقة متنفذة تستولي على الأراضي والأموال العامة بدون وجه حق، لتحرم منها كافة أبناء الشعب الذي يعاني الأمرين في الإسكان والتعليم والصحة والخدمات وفي مستوى الدخل الفردي. لقد باءت جميع المحاولات الإصلاح من الداخل داخل هذه المؤسسات الشكلية، لذا تعين واقعاً خيار التحرك الشعبي الذي بدأ في 14 فبراير طريقاً وحيداً لإحداث التغيير الجذري والجاد للتحول نحو الديمقراطية وحكم الشعب. سنة 2014 وما بعدها
سنة أيها الأحبة لتطوير الحراك على المجالات المختلفة سياسياً وحقوقياً وإعلامياً، زيادة الحرفية في هذا الحراك من أجل أن نصل ونختصر الزمن على معاناة هذا الشعب، من أجل أن نصل إلى تحقيق أهدافنا. لقد قطعنا شوطاً طويلاً جداً في هذه الثلاث سنوات، يعد بعشرات السنوات في عمر نضالات شعوب أخرى، وعلينا أن نكمل هذا المسير حتى نصل إلى فجر البحرين. والعلم عند الله، لم يتبقى إلا القليل من الصبر والمواصلة على هذا الدرب. الموقف من الانتخابات القادمة. في الوقت الذي توجد المؤسسات السياسية من أجل المشاركة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، هذا معنى أن توجد مؤسسات سياسية ويكون مشاركتها عبر انتخابات حرة، ولكن هذه الانتخابات الحرة غير موجودة في البحرين. صناديق الانتخاب التي تساوي بين المواطنين غير موجودة في البحرين. المؤسسات التي تمتلك صلاحيات تشريعية ورقابية، أي البرلمان، غير موجود في البحرين. فهذا البرلمان مصادر الإرادة الشعبية بفكرة التعيين. الحكومة لا تمثل إرادة الناس، وبالتالي جربنا هذا النظام، امتحنا هذا النظام. لا يقول لنا أحد أن هذا النظام صالح للعمل، لقد أثبت هذا النظام فشلا، وهذا النظام هو السبب الذي أوصل الناس إلى لحظة اليأس، وانفجرت بهم هذه الانتفاضة، وانفجرت هذا الحراك الشعبي الواسع. لذا إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، ولم نصل إلى توافق على صيغة دستورية تحقق الإصلاح السياسي الجاد الذي يستجيب لتطلعات شعبنا، فإن الخيار الوحيد المتاح أمام المعارضة هو الاستمرار بالمطالبة بالتحول الديمقراطي الحقيقي والجاد، عبر ما بدأناه من حراك شعبي في 14 فبراير، وهو يزداد بحمد الله عنفوانا وزخما سنة بعد أخرى بفضل التوكل على الله وتضحيات هذا الشعب. سنستمر في حراكنا الشعبي السلمي من أجل الإصلاح الحقيقي، حتى ننتزع حقوقنا المشروعة والعادلة كشعب حر، غير عائبين بانتخابات مزورة الإرادة الشعبية مسبقا، غير عابئين بانتخابات مزورة الإرادة الشعبية مسبقا عبر التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية، وتكريس التمييز بين المواطنين في الحقوق السياسية، وعبر إفراز برلمان صوري لا يمثل إرادة شعب البحرين. إن القوى الوطنية المعارضة وفي مقدمتها الوفاق مرتبطة بشعبها في عملها في الداخل والخارج، تتقدم الصفوف من أجل العطاء والبذل من أجل هذا الوطن. هذا الدرب الذي بدأناه سنكمله في سنة 2014 وما بعد 2014، حتى ينبلج فجر الحرية والكرامة. الموقف من الحوار. تؤمن القوى الوطنية الديمقراطية ومن ضمنها الوفاق بمبدأ الحوار كطريق إنساني عاقل من أجل إيجاد الحلول للمشاكل القائمة، ولكننا لم نجد صدقية في أداء المؤسسة الحاكمة من أجل إدارة حوار جدي. لذا كانت مشاركة القوى الوطنية في الحوارات المختلفة من أجل أن لا تضع نفسها في موضع اللوم من المجتمع الدولي، ومن أجل أن تمتحن صدقية الحوار من عدمه، ولكنها في الوقت نفسه كانت على حذر تام في أن يشكل أي دعوة للحوار أو أي ممارسة شكلية للحوار التفافا على مطالب هذا الشعب. لذا كان صوت المعارضة في 2011 وفي 2012 وفي حوار 2013 وفيما بدأ الآن صوتاً واضحاً متمسكاً بحقوق هذا الشعب، غير عابئاً بالتهديد
وبالوعيد، متمسك بمطالب هذا الشعب، مقدما التضحية من أجل تحقيقها. فسيستمر الموقف من الحوار بهذه الطريقة إن وجدنا رغبة جادة لحوار يفرز حلاً يستجيب إلى مطالب شعبنا العادلة والمشروعة، سنشارك فيه وسنتفاعل معه. وإن وجدنا حواراً شكلياً سنقول هذا حواراً كاذب وهذه مخرجات كاذبة، ونحن على استعداد أن نذهب السجن بدل أن نوقع ورقة استسلام عن حقوقنا المشروعة. رسائل قصيرة. أول هذه الرسائل إلى الشعب، لأن الشعب هو السيد بعد الله سبحانه وتعالى. الرسالة الأولى للشعب: أن استمر في مطالبك المشروعة العادلة بالتحول نحو الديمقراطية مهما طال زمن النضال، فلا يوجد خيارا حقيقيا للتراجع. التراجع تفريط في هذه الجهود التي بذلت على مدى عقود، وخصوصا في الثلاث سنوات الماضية. لا يفكر أحدا في التوقف أيها الأحبة. نناضل من أجل كرامتنا وعزتنا وحريتنا ومستقبل أبنائنا. صدقوني، هذا هو خيار العقل، هذا خيار المنطق، هذا خيار الوطنية، هذا خيار الإنسانية. التوقف لم يعد ممكنا. علينا أن نكمل هذا الطريق بسلمية حتى يأذن الله بالفتح. الوصية الأخرى للشعب: أن نتمسك أيها الشعب الكريم بالمطالبة الفاعلة بالديمقراطية عبر الحراك السلمي، وأن نعمل يدا وأن نمسك يدا بهذا التحرك، وأن نفتح المجتمع على حراكه الاجتماعي الطبيعي في الأبعاد الاجتماعية، في الأبعاد الدينية، في الأبعاد الاقتصادية، في الأبعاد التعليمية. وهذه وصفة قادرة على المواصلة، وصفة الإمساك بيد الحراك والإمساك باليد الأخرى ببقية حراك المجتمع الطبيعي قبل أن نبدأ هذا الحراك. وهذا سر قدرتنا على الاستمرار حتى الآن. أوصي الأحبة أن يهتموا بالتعليم، ويهتموا بالاقتصاد، ويهتموا بالجوانب الدينية، ويهتموا بالجوانب الاجتماعية، حتى يكونوا على قدرة الاستمرار مهما طال الزمن في عملية النضال. الوصية الثالثة: استمرار التكافل الاجتماعي، خصوصا مع الضحايا ماديا ومعنويا بمختلف الصور، فهذا واجب ديني وواجب وطني. الوصية الرابعة: التمسك بالسلمية والابتعاد عن ردات الفعل العنيف على عنف السلطة، حتى لا تختلط الأوراق ولا يلتبس المشهد على المراقب الإقليمي والدولي، وحتى لا تستنزف طاقات شبابنا، ولا نكلف هؤلاء الشباب أو من خلفهم هذا الشعب بتكلفة لا تعود على الحراك بفائدة واضحة. إن استمرارك أيها الشعب في الساحات بشكل يومي وبشكل فاعل هو الضمانة الوحيدة الأساسية من أجل الوصول إلى حقوقنا، ومن أجل إسقاط أي مناورات يقوم بها هذا النظام. مسيرة واحدة، حضور لافت في مسيرة واحدة، يستطيع أن يسقط تقرير البندر، ويستطيع أن يسقط جميع المؤامرات التي تحاكى ضدكم. رسالتنا لإخوتنا وأنفسنا شركاء الوطن: الرسالة الأولى، إن الواقع المزري القائم ينتهك حقوقك وحقوقي أيها الأخ الكريم، ينتقص من إنسانيتك وإنسانيتي، يصادر مواطنيتك ومواطنيتي، والسكوت على هذا مهلك للوطن ومفسد لنا جميعا سنة وشيعة. النقطة الثانية، إن ما نقوم به من حراك شعبي ومسيرات واعتصامات وتظاهرات هو لإصلاح ما عوج في شأن هذا الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بعد أن فشلت جميع المحاولات للإصلاح عبر المؤسسات الصورية. وأنت أيها الحبيب شاهد، كلنا يشاهد عجز المجلس البلدي والمجلس النيابي وغيرها من الوسائل في إحداث الإصلاح وفي إسماع صوتنا. كم نادينا عبر هذه المنابر في إيقاف السرقات، هل أوقفوا سرقاتهم؟ هل أوقفوا نهب البحر الذي يخص هذا الجيل والأجيال القادمة؟
هل التفتوا إلى صراخنا؟ هم يسرقون ويعبثون ونحن نتحدث. علينا أيها الأخ أن نغير من استراتيجيتنا وأن نتحرك بشكل فاعل من أجل إيقاف هؤلاء الذين يدمرون الوطن. النقطة الثالثة، إن منبع هذا التحرك هي مشاكلنا الوطنية الداخلية وسر استمراره لأنه ينبع من هذا الوطن. فلا تصدق إن شرقاً أو غرب يستطيع أن يحرك هذا الشعب بأكمله. هذه حركة وطنية منبعها مصلحة هذا الوطن، تنبع من آلامه وتطلع إلى تحقيق طموحات أبنائه. أخي العزيز، إن نتائج الإصلاح الحقيقي والجذري ستعود بالخير علينا جميعاً في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعلى وطننا، ليكون وطناً حديثاً مبنياً على قيم إنسانية عادلة وراقية أسوى بالمجتمعات البشرية المتحضرة والمتمدنة في العالم. تعال أيها الأخ نضع يدنا بيد بعض كما فعل البيض الشجعان في جنوب أفريقيا، وكما فعل البيض الشجعان في أمريكا وهم يطالبون بالحقوق المدنية المتساوية للسود. تعال أيها الشجاع من أجل كرامتك وكرامتي، تعال من أجل هذا الوطن. نحن أحبة إخوة، لسنا في حالة عداء أبدا، لم نكن في حالة عداء في يوم من الأيام، ولن نكون في حالة عداء في حاضرنا أو مستقبلنا. فالحياة المشتركة هي القدر الذي علينا أن نعيشه. إخوة دين وإخوة وطن في البحرين، السنة والشيعة هما قلب هذا الوطن، لا يمكن أن يشق هذا القلب أو يقسم هذا القلب أبدا. ستبقى السنة والشيعة قلبا واحدا ينبض في هذا الوطن. رسالتنا إلى الأقليات، نحن ننظر لكم كمواطنين كسائر المواطنين، عليكم ما علينا من واجبات ولكم ما لنا من حقوق بغض النظر عن عددكم. لا بد أن تكون لكم ضمانة دستورية وقانونية وممارسة عملية تحميكم في حكم الديمقراطية الذي يراعي الأقليات. رسالتنا إلى الجاليات الأجنبية، نرحب بكم في البحرين كضيوف أعزاء ونتبنى تبادل المنافع معكم. عيشوا همومنا، نحن شعب يطالب بحقوقه العادلة، نريدكم بيننا ولا نقبل للدولة أن تستغلكم ضد مطالب هذا الشعب العادلة. نتمنى لكم إقامة طيبة وحقوق عمالية وحقوق كضيوف، لا يبخس حقكم في شيء من في جانب من الجوانب. رسالتنا إلى مجلس التعاون الخليجي، ننظر لكم أيها الأحبة أشقاء أعزاء، كنا ولا زلنا نتطلع إلى مساهمتكم الإيجابية في حل المشكلة السياسية في البحرين، وليس إلى إرسال الجيوش مما عقد الأزمة البحرينية. ونعمل على تعزيز وجود البحرين في مجلس التعاون لدول الخليج العربي. رسالتنا إلى المجتمع العربي، أيها المفكرون والمثقفون وأصحاب الكلمة، القوى السياسية، الحكومات العربية والإسلامية، هذا شعب كريم يطالب بأدنى حقوقه، حقوق مشروعة عادلة لا يجادل فيها اثنان. نتطلع إلى كلمة حق منكم تنصف هذا الشعب، تتضامن مع هذا الشعب، فنحن جزء من هذا الوطن العربي والإسلامي، فلا تخذلونا بصمتكم ولا تخذلونا بعدم اهتمامكم، فقد ناصرناكم جميعا. رسالتنا إلى المجتمع الدولي، أيها المجتمع الدولي، أنت على بينة بحقيقة الأوضاع، ليس مما قالته المعارضة وإنما مما قاله بسيوني، وقالت منظمات حقوق الإنسان الدولية المرموقة، وقالت توصيات جنيف، وقالت تقارير وزارة الخارجية. فلا شيء يخفى عليكم في هذا الوطن، تعرفون هناك نضال شعبي من أجل الديمقراطية يقمع ليلا ونهار،
وعلى هذا الأساس إن غض الطرف من قبلكم عن هذه الممارسات مع استمرارها واستخدام اللغة الناعمة والنصائح السرية التي لم تجدي في كبح السلطة ولن تجدي في كبح السلطة على الاستمرار في القمع الممنهج والتعدي على الشعب ورفض الحوار الجاد من قبل هذه السلطة، إن استمراركم في هذا الأمر يشكل تناقضاً مع قيمكم المعلنة في دعم الديمقراطية والعمل على احترام حقوق الإنسان. إن شعبنا ليستغرب من بعض الدول الديمقراطية أداؤها للمطالبة بالديمقراطية في البحرين وموقفها غير المنصف تجاه شعب البحرين، وأن تتحول من دولة من المفترض أن تدعم الديمقراطية وتدافع عنها إلى دولة تدافع بطريقة تسمسر من خلالها لاستمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان ورفض الإصلاح وتطبل للتغييرات الشكلية في المحافل الدولية من أجل أن تشكل صفاً دفاعياً عن الاستبداد القائم في البحرين. هذا لا يليق بدولة ديمقراطية. إن هذا الموقف إزاء البحرين يشكل موقفاً مغايراً ومزدوجاً لمواقفكم أيها المجتمع الدولي إزاء مشاكل عايشها العالم كان آخرها في أوكرانيا. وقفتم تناصرون تجمع الأوكرانيين في كييف ولوحتم بالعقوبات وفتحتم الباب في مجلس الأمن. ما الفرق بين نضال شعب البحرين من أجل الحرية والديمقراطية وتجمع من تجمع في كييف؟ لماذا لديكم هناك موقف ولديكم موقف يختلف هنا؟ ولكن إلى متى أيها المجتمع الدولي ستكتفي بإدانة التعذيب بدل أن تصدر قراراً واضحاً بوقف التعذيب في البحرين؟ لماذا تبقى ظهورنا تجلد ونحن نسمع بيانات الإدانة فقط؟ هل يعجز المجتمع الدولي أن يبعث لجنة تقصي من أجل معرفة الحقيقة في البحرين؟ أما أنا الأوان بعد 3 سنوات أن يصدر من المجتمع الدولي موقف حاسم؟ الآن بعيد حتى عن المطالب السياسية، هذه النقطة إنسانية. أليس من حق هؤلاء الناس أن يمنع اغتصاب رجالهم ونساءهم؟ ثم أدعوك أيها المجتمع الدولي للعمل الجاد على إيجاد حل سياسي يستجيب لتطلعات شعب البحرين وفقاً، يكون هذا الحل وفقاً للمعايير والقيم العالمية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين في سنة 2006 وأصبح ملزماً بالنسبة لها. مواقفنا من قضايا رئيسية: الموقف الأول، موقفنا تجاه القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة. نحن اليوم أيها الأحبة في الجمعيات السياسية صفاً واحداً، فريقاً واحداً، تتصاغر يوماً بعد يوم أسماء الجمعيات لتذوب في وحدة وطنية جسدناها على مدى 10 سنوات وبالخصوص في السنوات 3 الأخيرة. نشعر أننا شيئاً واحداً، نحن ككوادر عاملة في المجال السياسي منتمية إلى جمعية الوفاق، ويشعر هذا الجمهور الكبير يوماً بعد يوم أننا فريق واحد. إبراهيم شريف في 16 مارس إبراهيم شريف في 16 مارس 2011 هو الأمين العام لجمعية وعد الديمقراطية. إبراهيم شريف من 17 مارس حتى هذه اللحظة هو رمز وطني يمثل الوفاق ووعد والقومي والوحدوي والإخاء وحق ووفاء وكل المواطنين البحرينيين. كم تسعدني أن أجد صورة هذا الرمز الوطني في أزقة كل القرى وأجدها في البيوت. ها
هكذا تحولت وحدتنا الوطنية إلى واقع عملي. إبراهيم شريف اليوم ليس من يؤيده ومن يحتضنه رمزا وقائدا مجموعة وعد أو أعضاء وعد، وإنما أقول لك أيها الشريف من خلف زنزانتك وأنت في معتقلك، لك من المحبين من ينظرون إليك كرمز وطني تمثلهم أكثر من 400,000، هذا حد الأقل، أكثر من 400,000 مواطن في هذا الوطن الصغير. وأقول لك وبضرس قاطع، ليست انتخابات 2010. اليوم إذا تقدمت أيها الشريف فلك ما يزيد على 200,000 صوت تفوز بها برئاسة الوزراء، ونفتخر أن تكون مرشحنا لهذا المنصب. موقفنا من القوى الشبابية والقوى الثورية ومن الأفراد العاملين بطريقة فردية، انطلق ربيع البحرين في 14 فبراير 2011 بدعوة شبابية كسائر بلدان الربيع العربي، وشاركت هذه الانطلاقة جميع فئات المجتمع ومنها الجمعيات السياسية. هنا ندعو القوى الشبابية غير المسيسة، وندعو جميع الفصائل إلى التكامل فيما بينها، التكامل على قاعدة العمل السلمي. العمل العنيف نحن نعزل أنفسنا عنها، فليحترمنا من يؤمن بالعمل العنيف، ولكن ندعو للتكامل على قاعدة العمل السلمي وصولا إلى تحقيق الديمقراطية في وطننا. تعالوا أيها الأحبة في أي مكان، نحترم فعاليات بعضنا البعض، ندعم فعاليات بعضنا البعض، لا نشوش على فعاليات بعضنا البعض لا زمانا ولا مكانا، هذا يضر بنا، يضر بثورتنا. تعالوا نضع يدنا في يد بعضنا البعض، وكل يعمل بحسب قناعته في الإطار السلمي، وندعم بعضنا البعض. فنحن في الجمعيات السياسية ندعم حراككم السلمي، ندعم حراككم السلمي وحق التظاهر والاعتصام الدائم والمؤقت في مختلف مناطق البحرين بما فيها العاصمة، وفقا للمواثيق والأعراف الدولية التي هي ملزمة إلى البحرين، ولا يجوز أن تصادر بقوانين قمعية محلية. أقول لكم أيها الأحبة، نحن في الوفاق، وهذا لسان حال الجمعيات السياسية، نحن لا نشعر بحالة المنافسة مع أي فصيل من الفصائل الثورية، نحن لا نشعر بحالة مزاحمة بيننا وبين أي فصيل آخر، بل بالعكس نشعر أن الأمانة لا يستطيع أن يحملها إلا كل هذا الوطن بكل فصائله وكل قواه، وبالتالي إذا خسرنا فصيل واحد نحن نخسر فالوطن يخسر، إذا خسرنا جهد واحد فالوطن يخسر. لا تخسروا جهدا من جهودكم، اجعلوا هذه الجهود تتكامل، والوفاق مجرد واحدة منكم، ونؤمن بحرمة الدم من الجميع وبضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ونحمل السلطة المسؤولية الأكبر في بدء العنف واستمرار العنف لرفضها المطالب المشروعة لهذا الشعب، وإصرارها على مصادرة الحريات العامة وممارسة القمع الممنهج ضد المطالبين بالديمقراطية. أقول هذا تشخيصا للواقع وليس تشجيعا لردة فعل عنف شعبية، فنحن نرفضها ولا نقبل بها. النقطة الرابعة، موقفنا من موضوع المعتقلين. من أهم القضايا بعد المطالبة السياسية، بعد مطالبنا السياسية العامة، هي الإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الرموز الوطنية العملاقة عبد الوهاب حسين وحسن مشيمة، استمروا في التصفيق لهذه الأسماء، وحسن مشيمة والشيخ المحفوظ والشيخ عبد الجليل المقداد والشيخ محمد حبيب المقداد
الدكتور عبد الجليل السنجيس وسائر المعتقلين المغيبين خلف القضبان. نعمل بكل ما لدينا من وسائل للإفراج عنهم. لن نترك هؤلاء خلف القضبان، لن ننسى قضيتهم، لن نسمح بأن يكونوا ورقة مساومة، فهذه قضية إنسانية. وجودهم خلف المعتقل ظلم، سنبذل كل ما نستطيع من أجل حريتهم، والباقي على الله سبحانه وتعالى. كان العزم قويا أن لا أكون من المترشحين إلى منصب الأمين العام في هذه الدورة، وقد سألت الأحبة من أعضاء جمعية الوفاق بهذا الموضوع، ولكنهم أشاروا إلى هذا المعنى: ليس هذا وقت الانسحاب، ما دامت المعركة قائمة يعتبر هذا فرارا من المواجهة ومن النضال، فهل تقبل أن تفر والشباب والنساء يتقدمون؟ فأغلقوا علي هذه الرغبة، والتي أتمنى أن أستطيع تحقيقها في أقرب فرصة عندما تتحقق مطالب هذا الشعب وتقوم ديمقراطية تحترم الإنسان. لأن في الوفاق العديد ممن أصبح أفضل من الأمين العام الحالي وقادر على حمل الأمانة وإيصال رسالة الوفاق إلى العالم، أتمنى أن تتاح الفرصة لهم من أجل أن يعطوا هذا الوطن. وأتقدم لكم أيها الوفاقيون والوفاقيات وأيها الشعب الكريم بخالص اعتذاري إذا مس أحدا منكم كلمة أو فعل بغير قصد فوصلت ما يمكن أن يفهم بأنه إساءة، فأعوذ بالله أن أسيء إلى أحد منكم، فأنتم أهل الكرامة وأهل الاحترام، وواجبي تجاهكم خدمتكم وتقبيل أيديكم وجباهكم على مواقفكم الوطنية. نعاهدكم ونعاهد شعبنا على المضي في حراكنا السلمي حتى النهاية، وحتى ينفلج فجر الحرية والعدالة والديمقراطية إلى وطننا. نعاهدكم أيها الأحبة أن نوطن النفس على بذل كل ما يلزم من أجل الوصول بمطالب شعبنا إلى حقيقة واقعة. لقد قرأوا الإخوة بياناً يتعلق بمنعنا في ممارسة أعمال المؤتمر غداً في القاعة المجاورة بحجج واهية. سنقول لهم كما اعتدتم من الوفاق أن جميع محاولتكم في مصادرة حراكها والتضييق عليها على مدى 10 سنوات أو 13 سنة باءت بالفشل، ستبوء صبيانيتكم ومحاولتكم هذه من إعاقة مؤتمرنا بالغد، وسيكون المؤتمر في جمعية الوفاق، وأدعو الوفاقيين ممن له عضوية منذ وقع ثم وقع أن يشرف الوفاق غدا من أجل أن يشارك في انتخاب شورى الوفاق. وأطلب من الأحبة أن تكون مسيرة الرابع من أبريل أي الجمعة القادمة مسيرة حاشدة استثنائية من أجل أن نوصل صوتنا إلى العالم، مستثمرين وجود من سيقدم من وسائل إعلام في الفورمولا لنوصل ظلامتنا ونوصل صوتنا. والسلام عليكم أيها الشعب الكريم ورحمة الله وبركاته.